على راسك حي البصراوي والطموا ياها، تعالوا شوفوا له هاي الطرقعه يا اهالي البصره الغافلين عن المليارات والفساد بالمشاريع. الى رئيس هيئه النزاهه القاضي حيدر حنون المحترم، اتمنى انت بنفسك تشرف على التحقيق بهذا الملف وتسحبه يمك حتى ما تصير تاثيرات على التحقيق. مناقصه 54 بلديه، انشاء شارع بطول 9 كيلو من المدينه الرياضيه المغازي لقزيزه، قيمه هاي المناقصه 130 مليار دينار. الله اكبر، 130 مليار دينار تبلط بقد هاي المسافه 10 مرات من ذهب. وشوفوا اليوم حال الشارع مال عبد الله عويس بعد تنفيذه بسنه، شوفوا الأرصفة، شوفوا الجزرة الوسطية، شوفوا هذا الزرع اللي خسرت عليه المحافظة مليارات. يا محافظ البصرة 130 مليار دينار على 9 كيلو، وهذا حالة بعد سنة من افتتاح المشروع. يا أهالي البصرة شوفوا المليارات وين جاي تروح. 130 مليار كافية لبناء 100 مدرسة، 130 مليار كافية لبناء مستشفيات، 10,000 وحدة سكنية. الله أكبر، أتمنى من رئيس هيئة النزاهة يدز لجنة ويشوف الكارثة اللي موجودة بهذا الشارع، من تبليط فاشل، من جزرة وسطية مات الزرع وتدمرت، من أرصفة تفلشت وانهدمت مثل ما تشاهد أمام عينك. تحياتي للجميع، عمار حلفي.